شاركت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم في فعاليات احتفالية مكتبة الإسكندرية بمئوية الدكتور ثروة عكاشة، واللقاء الفكري الذي نظمته المكتبة تحت عنوان ثروة عكاشة بين السياسة والثقافة جاء ذلك بحضور مستشار رئيس الجمهورية للطب النفسي والتوافق المجتمعي أحمد عكاشة ومدير مكتبة الإسكندرية مصطفى الفقي. وشملت الفعاليات جولة لتفقد معرض وركن المقتنيات الشخصية الخاصة بالدكتور ثروة عكاشة وعرض فيلم تسجيلي عن حياة دكتور ثروة عكاشة وأبرز ملامح إنجازاته في الميدان الثقافي. يعني مش مجرد أكاديمية فنون يكون فيها بعض المعاهد اللي هي تتماشى معانا كمجتمع. ما كانش ثروة عكاشة أنشأ أكاديمية الفنون بالكونسرفتوار، يعني مش مجرد أكاديمية فنون يكون فيها بعض المعاهد اللي هي تتماشى معانا كمجتمع شرقي، لكنه انشأ في البدايه الكونسرفتوار. السلعه الثقافيه هي اغلى ما تصدره مصر الى المنطقه العربيه والافريقيه والى العالم الاسلامي يعني. وبالتالي نحن نعتز بهذا الرائد العظيم، وان لم نحتفل بثروه عكاشه فبمن نحتفل؟ ثروه عكاشه له مآثر كل واحده منها تكفي لان تجعل منه رائدا مستقلا.